تفضل حضرتك توجهت النهارده لمكتب القطريه عشان تسحب التذكره بتاعتك، فقول لي الاجراء وايه شايف الموضوع ماشي عليه. انا ما قدرتش اخش النهارده، هم اتني ميعاد بكره، بس انا بقول لما كان في حاجه سياسيه ودوله واقفه ضد مصالحنا، اوكي البلد تاخد ضدها اي اجراء هي شايفاه في صالح الشعب في صالح البلد، واحنا يشوف لنا البديل. احنا مش زعلانين، يشوف لنا البديل في اي حاجه تانية. انا مش محتاج هو يشوف لي البديل، حطينا على اي طيران تاني وانا موافق. انا ضد اي اجراء سياسي بلدنا تاخده ضد اي بلد واقفه ضد حقوق الشعب ضد مصالح مصر، انا معاك. ايه الاجراءات اللي بلغوك في ازاي تسترد التذكره بتاعتك او ازاي تسترد الفلوس بتاعتك؟ هو حاليا بيشوفوا دلوقتي الافيلابيلتي على الطيران الموجود، هو دلوقتي ما فيش ايجيبت اير ولا اتحاديه ولا الاماراتيه، فبتشوف البدائل الثانيه حسب الوقت اللي انت عايزه. ممكن تعمل ريفاند يعني برضه اكوردنج للبوليسي بتاعت انت مشتريها اونلاين ولا مشتريها من المكتب بتاعهم، فبتشوف يا ريفاند يا تشوف الاوتوماتيك راوت. بيتم تبديل التذكره في نفس الميعاد في نفس اليوم ولا بتشوف بدائل؟ لا بصراحه دي انا لسه مش عارف، يعني هو حسب طبعا الافيلابيلتي، وبيشوفوا برضه البرايورتي مين اللي مسافر الاول، يعني يشوفوا الطيران الاول، يعني اللي مسافر بكره غير اللي مسافر الاسبوع الجاي، فحسب طبعا.